وخلونا نسمع يعني خلاصة هذا البيان من سيادة اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لشؤون الإعلام والعلاقات العامة. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا استاذ لميس. يعني أهم ملامح البيان اللي أصدرتوه النهاردة. هو طبعا البيان ده كان عشان يوضح موقف الداخليه من اللي حصل، او عشان ما يتمش الاسقاط على الوزاره، والوزاره اكدت في البيان ان هو لا تهاون مع اي تجاوزات فرديه، ان هذه التجاوزات لا تعبر عن جموع رجال الشرطه والعمل الوطني اللي بيقوموا بيه، ان رجال الشرطه عقيدتهم الراسخه في وجدانهم هي التضحيه بالغالي والنفيس دفاعا عن امن الوطن والمواطنين، الالتزام باحترام نصوص وروح القانون، الحفاظ على الكرامه الانسانيه واحترام القيم الديمقراطيه وحقوق الانسان وفقا للدستور والقانون. ان الوزاره اكدت على ان هي لن تسمح لبعض التصرفات والافعال الفرديه ان هي تنال من التاريخ المشرف للشرطه المصريه في العمل الوطني، وتضحيات رجالها في مواجهه الارهاب اللي قدمه وما زالوا بيقدموا في سبيل القضاء عليه الالاف من المصابين والمئات من الشهداء، وان الوزاره هتظل محافظه على ثقه الشعب المصري في شرطته وهتحافظ على هذه الثقه. والوزاره بتؤكد ان كافه الوقائع المنسوبه لبعض رجال الشرطه هي محل تحقيقات في الوزاره والنيابه العامه، وسوف تعلن نتائج التحقيقات بشفافيه على الراي العام، وان الوزاره ملتزمه بتنفيذ القانون وتطبيق القرارات اللي تصدر بالنيابه والاحكام القضائيه على الجميع دون استثناء. طيب. ودون حمايه لاحد. الحقيقه انا سعيده بهذا البيان لانه سريع، لانه يعني اول ما ابتدت الامور تتراكم ويبقى في مجموعه من الحالات في بيان سريع عشان ما يبقاش في لغط كتير. لكن سياده اللواء، هل الاربع حالات اللي عندنا تم تقديمهم للنيابه، الاربع حالات من الضباط يعني؟ تم تقديم كل الحالات للنيابه يا استاذه لميس، وايضا اجرى تحقيق داخلي لان بيبقى هناك مسؤوليات اشرافيه. بيتم تحديد هذه المسؤوليات وكل الوقائع امام النيابه، ويمكن النيابه النهارده اصدرت قرار بالنسبه لوقعه الاسماعيليه بحبس الضابط 4 ايام. طيب يعني احنا بس محتاجين انه بعد ما تنتهي هذه التحقيقات ان يكون في نتائج لهذه التحقيقات وتعلن فعلا على الراي العام زي ما حضرتك بتقول. ان شاء الله باذن الله يا فندم. طيب بشكرك شكرا جزيلا سياده اللواء ابو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخليه لشؤون الاعلام والعلاقات العامه.